وذكر الحجاج خبر وفاة اللغوي علي بن المبارك المعروف بالأحمر، كان تلميذ الكسائي وناظر سيبويه مرة، وكان يحفظ 40,000 بيت من الشعر. أخذ عنه الكثيرون مثل إسحاق النديم ومحمد بن الجهم، كان شديد الذكاء. وفي بداياته رأى الكسائي يخرج ويدخل بباب الخلافة فلزم إلى أن برع، فندبه لتعليم أولاد الخليفة الرشيد نيابة عن نفسه. توفي وهو في طريقه إلى مكة المكرمة.